ومعنا للحديث عن هذا الموضوع من عمان رنا الحسيني الصحفية والناشطة والكاتبة. رنا أهلا بك معنا. بداية، كيف يحمي التعديل الجديد الفتاة المغتصبة أو المعنفة من الأهل والمجتمع؟ شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم. وطبعا أنا بعتبر القرار اليوم هو نصر كبير لكل امرأة أردنية وكل طفلة، لأنه هذا القانون طبعا لما بوجوده كان يسمح للمغتصب أنه يستمر بالعيش مع الضحية، وبعتقد أنه هذا شيء يعني غير مقبول بأي منطق ولا دين ولا حقوق إنسان. فبرأيي إلغاء هذا القانون واعتبار جريمة الاغتصاب وهتك العرض وهاي اللي بيقع تحت القانون إلغائهم و التعامل معهم كجريمة عادية، هذا كان شيء كثير مهم، وهذا برأيي بيحمي حق الضحية وبيحميها من المعتدي عليها أنه يستمر بالاعتداء عليها لمدة طويلة. نعم، يعني رنا، الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية ما هي؟ طبعا الإجراءات القانونية أنه تعامل ستعامل جريمة الاغتصاب أو هتك العرض كجريمة عادية، وممكن انه تصل العقوبه للاعدام او للمؤبد، واقل عقوبه ممكن تصل لسبع سنوات. فهذا شيء كثير مهم انه عندما يرتكب شخص جريمه يعاقب عليها، وهذا شيء كثير مهم. واعتقد الدور الجاري على الحكومه انه تشد اكثر او تشتغل اكثر على موضوع تاهيل الضحايا والتعامل معهم ومتابعتهم نفسيا وتوفير بديل لهم وتوفير سبل انه يبداوا حياتهم الجديده ويعاملوهم كضحايا وليس كجزء من المشكله. نعم، يعني من وجهه نظرك كيف سيكون لهذا التشريع الجديد الاثر الايجابي على واقع المراه العربيه والاردنيه خاصه؟ طبعا هو مش تشريع جديد، هم لغوا الماده، وفي كثير من الدول عم بتحاول انها تلغي هاي الماده، ومنها لبنان. كان في لي زميلات من لبنان عم بيقولوا لي عقبال لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا برأيي إنه إن شاء الله هاي الخطوة اللي اتخذت اليوم بالأردن تكون يعني تشجع دول عربية أخرى وبرلمانات أخرى ومشرعين ومشرعات آخرين إنهم يأخذوا مثل هاي الخطوة، لأنه لما شخص يرتكب جريمة لازم يأخذ عقابه، وليس العقاب هو تقديم هدية بأن يتم تزويجه للضحية. أنا هذا رأيي. نعم، الصحفية والناشطة والكاتبة رنا الحسيني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.